بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 161. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب العدد في آخره قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد. فمن أحكام عدة الوفاة الإحداد، ومعناه أن تجتنب المعتدة من وفاة كل ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من الزينة والتحسين والطيب وغير ذلك من أنواع التجمل، لأنها في عدة من وفاة، وإذا تجملت أو تزينت أو تطيبت فإن ذلك يطمع فيها الخطاب، وهي في عدة تطول إلى 4 أشهر و10 أيام، فتتجنب الوسائل التي قد توقع في الحرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. نعم، وكما ذكرنا الإحداد هو تجنب الزينة، والحكمة فيه من ناحيتين: أولا أنها تظهر بذلك الحزن على زوجها، والناحية الثانية أنها تتجنب ما يغري الرجال بها وهي في عدة. نعم. ولو ذمية أو أمة. يلزم الإحداد كل متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح. في نكاح صحيح يخرج ذلك النكاح غير الصحيح، فإنها النكاح غير الصحيح ليس فيه عدة، ليس فيه عدة وفاة، وإنما عدة الوفاة على النكاح الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه. هذا معنى قوله كل زوجة، يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت مسلمة أو ذمية، وسواء كانت مكلفة أو غير مكلفة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويباح لبائن من حي. يباح الإحداد في عدة الطلاق البائن، يباح الطلاق إباحة لا يستحب، وإنما يباح إذا أرادت ذلك من هي معتدة من طلاق بائن من حي، فإنها يباح لها أن تتجنب الزينة وما تتجنبه المتوفى عنها.
لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا الزوجة 4 أشهر و10. نعم. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة. الرجعية التي طلقت بطلاق رجعي يعني يستحق زوجها الرجعة فيه، هذه لا تحد، لأنها مطلوب منها أن تتجمل وأن تتزين وأن تتطيب وتتعرض له لعله أن يراجعها، والإحداد ينافي ذلك. نعم. ولا موطوءة بشبهة أو زنا. ولا يشرع الإحداد لمعتدة من وطئ بشبهة، كان غلط فيها يظنها زوجته فوطئها، تلزمها العدة من هذا الجماع لئلا تحمل منه، تستبري رحمها بالعدة لكن لا تحد. وكذلك المعتدة من نكاح فاسد أو باطل، من نكاح باطل، والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه كنكاح الخامسة ونكاح المرأة في عدتها من غير الزوج أن يتزوجها غير زوجها. نعم. هذا نكاح باطل، ويلزمها العدة منه استبراء لها لكن لا تحد. نعم. أو نكاح فاسد أو زنا. أو نكاح زنا، فإنه أيضا تعتد المزني بها، يلزمها العدة لاستبراء رحمها من وطئ الزنا ولكن لا تحد في هذه العدة. نعم. أو نكاح فاسد، عرفنا. نعم. أو ملك يمين، كذلك لا تلزم العدة على الأمة، على السرية التي يطأها زوجها، فإنها تستبرأ عندما يريد زوجها أن يبيعها، فلا بد أن يستبرئها بحيضة، ولا يلزمها الإحداد في هذا الاستبراء. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب. نعم. أعيد العبارة. الإحداد. نعم. هذه والإحداد اجتناب ما لا قبلها. قبلها قال: ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا. نعم. أو في نكاح فاسد أو باطل. نعم. أو ملك يمين. أو ملك يمين. نعم. نعم. فهذا هي السرية، يلزمها أن تعتد بالاستبراء لكن ليس عليها إحداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء. نعم. الإحداد هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. يرغب الناس في النظر إليها ويلفت النظر إليها، فتتجنب كل ما يسبب ذلك من الزينة. الزينة سواء كانت الزينة في الثياب أو الزينة بالحلي أو الزينة بالبدن بالأصباغ ونحوها، فتتجنب الزينة بأنواعها الثلاثة: بالثياب أو بالبدن، بالحلي أو في البدن، وذلك بالخضاب والحنة والكحل وغير ذلك. نعم. وكذلك تتجنب الطيب، فلا تتطيب المعتدة من الوفاة، تتجنب الطيب بأنواعه. نعم. قال: من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوها. يباح لها أن تداوي عينيها بما ليس بكحل أسود، يجوز لها أن تداوي عينها بالكحل الأبيض أو بالتوتيا أو بغير ذلك من أنواع الأدوية، لأن هذا ليس فيه زينة. نعم. ولا نقاب، ولا تتجمل بالنقاب
إذا كان من عادتها أنها تلبس النقاب فإن المحدة تتجنب النقاب، لأنه نوع من الزينة، لأنه يبدي عينيها ويكون في ذلك إلفات نظر إليها. نعم. قال وأبيض ولو كان حسنا، ربما عطف على قوله وكحل أسود. أعيد العبارة. قال وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوها. لا توتيا، عرفنا أن لها أن تداوي عينيها بالكحل الأبيض والتوتيا وغير ذلك من الأدوية التي تستعمل في العين، لأنه لا زينة فيه. نعم. ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. ولا نقاب يعني لا تمنع من لبس النقاب، لا تمنع من لبس النقاب، كما أنها لا تمنع من التوتيا وفي العين. نعم. وأبيض ولو كان ولا حسنا. تمنع من الأبيض إذا كان من عادتها لبس الأبيض، إذا كان من عادتها لبس الأبيض فلا تمنع من لبسه، وإن كان له منظر حسن، لأن هذا ليس من التزين، وإنما هو طبيعة الثوب هكذا، طبيعة الثوب كالبريسم الأبيض، فإن منظره جميل لكن ليس جماله مصنوعا أو مطرزا به، وإنما طبيعته هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. نعم. من أحكام الإحداد بالنسبة للمتوفى عنها أنها تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت. لا يجوز لها أن تنتقل من البيت أو تخرج منه في أثناء العدة إلا إذا كان خروجها بغير اختيارها، كان أخرجت منه، البيت مستأجر. نعم. وأخرجها صاحبه منه، أو البيت انتهت مدة الإجارة، فإنها تخرج منه لأن هذا بغير اختيارها، أو أكرهها ظالم على الخروج منه، أو كانت تخاف من البقاء فيه على نفسها، فإنها تتحول منه إلى مكان تأمن فيه. نعم. قال انتقلت حيث شاءت إذا تحولت. نعم، تنتقل حيث شاءت من البلد، حيث شاءت من بيوت البلد، لا يقال لها إنها تمكث في بيت معين، وإنما تختار ما يناسبها من البيوت. نعم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. هذا استثناء من قوله إنها تلبث في البيت. نعم. ولا تخرج إلا لحاجتها، إذا كان لها حاجة كأن تكون تبيع وتشتري تتعيش من ذلك، فإنها تخرج بالنهار تبيع وتشتري وترجع في الليل إلى بيتها، أو تكون موظفة مدرسة، تكون مدرسة أو طالبة تكمل دراستها، إنها تخرج في النهار فقط. فخروجها إذن يجوز لها بشرطين: الشرط الأول أن يكون خروجها لحاجة، ثانيا أن يكون ذلك في النهار، أما في الليل فإنها تبقى في البيت ولا تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأزواج الشهداء أن يبقين في البيوت وأن يخرجن في النهار ويجتمعن يؤنس بعضهن بعضا، ثم في الليل يرجعنا إلى بيوتهن. خروجها وإن طالت مدته قدر الحاجة. بقدر الحاجة. خروجها بقدر الحاجة. نعم. وإذنه صلى الله عليه وسلم لزوجات الشهداء لحاجة إيناس بعضهن بعضا. إيناس بعضهن بعض، هذا حاجة، لأنها إذا بقيت وحدها تستوحش أو يحصل عندها تضايق. نعم. يعني يعد هذا من حاجة المعتدة أن تخرج للأنس. إذا بقيت يشق عليها البقاء وحدها فإنها تخرج في النهار إلى من يؤانسها من
صواحباتها وجاراتها. نعم. السلام عليكم. قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. الإحداد من واجبات العدة، فتصح العدة بدونه، فلو تركته فإن العدة صحيحة، لكن إن تركته من غير عذر فإنها تأثم بذلك. أما إن تركته من غير لعذر، بأنها تجهله، ما درت عليها إحداد حتى انتهت العدة، فليس عليها شيء، أو أنها لم تبلغها وفاة زوجها إلا بعد أن مضى عليها 4 أشهر و10 أيام، فتكون قد خرجت من العدة ويسقط عنها الإحداد في هذه الحالة. نعم. المعتدة مع أقربائها وأقرباء زوجها، هل لها حال أخرى غير عامة الناس؟ يجب أن ينبه هنا إلى ما يعقد به كثير من العوام على المحدة، في أنهم يقولون إنها لا تصعد إلى السطح ولا ترى القمر ولا تكلم أحدا ولا تخرج إلى 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 ساحة البيت ولا غير ذلك، كل هذا من كلام الجهال. فلها أن تكلم للحاجة، ولها أن ترد السلام إذا سلم عليها أحد، ولها أن تصعد إلى السطح، ولها أن تغتسل وتتنظف، ولها أن تغير ملابسها. نعم. وكذلك الرد على اتصالات الهاتف، وكذلك الرد على اتصالات الهاتف إذا كانت لحاجة، أما الاتصال الذي للعبث والممازحة أو للمغازلة، هذا لا يجوز لا للمعتدة ولا لغيرها. نعم. لكن بالنسبة لها في بيتها لا تدري هو اتصالها جاد أو هازل، إذا رأته غير جاد تتركه، وإن رأته جادا ولحاجة تكلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. نعم. الاستبراء يراد به استبراء رحم ملك اليمين، استبراء رحم ملك اليمين. فإذا ملك أمة وتسرى بها، لأن الله سبحانه وتعالى أباح وطأ ملك اليمين، قال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، لما أباح التعدد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالوطء بملك اليمين أباحه الله سبحانه وتعالى، وملك اليمين أقوى من العقد، ملك اليمين أقوى، يبيح الوطء أقوى من إباحة الوطء، من إباحة العقد له، من إباحة العقد، لأن الله سبحانه أباح للسيد أن يتسرى بأمته، والنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بالأمة، إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسرى بالأمة هاجر، أنجبت إسماعيل عليه السلام. التسري بالمملوكات هذا أمر أباحه الله سبحانه وتعالى، وهو أقوى إباحة من إباحة عقد الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. إذا ملك أمة فإنه لا يطأها بمجرد أنه ملكها حتى يستبرئ رحمها، سواء ملكها بشراء أو ملكها بهبة أو ملكها بالسبي أو ملكها من صغير درجت عليه من شخص صغير أو من كبير، فإنه لا بد من استبرائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، خشية أن يكون
قد تسرى بها أحد قبل أن تصل إليه، فيكون في بطنها حمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فتختلط الأنساب بهذا الشيء، فإذا ملكها فإنه لا يتسرع بالتسري بها حتى يستبرئها، وذلك بأن تحيض حيضة حتى يعلم أن رحمها خال من الحمل. نعم، حتى ولو ملكها من امرأة، لو كانت التي باعت عليه الأمة امرأة أو أهدتها إليه أو ورثها عنها، نعم، فإنه لا يطعها حتى يستبرئها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة. نعم، استبراء الأمة الحائض بحيضها، أن تحيض حيضة واحدة، لأنها إذا حاضت علم براءة رحمها، وإن كانت حاملا فإنها تستبرأ بوضع الحمل طالت مدته أو قصرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. نعم. والآيسة والصغيرة بمضي شهر، يعني أما إذا كانت آيسة من الحيض أو صغيرة لم تحض فإنها وملكها فإنه يستبرئها بمضي شهر، لأن الله جعل الشهر محل الحيضة في قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الأشهر بدل الحيض. إذن يكون إذا ملك أمة فلها ثلاث حالات. نعم. الحالة الأولى أن تكون حاملا فاستبراؤها بوضع الحمل. الحالة الثانية أن لا تكون حاملا ولكنها تحيض، فاستبراؤها بمضي حيضة. الحالة الثالثة أن لا تكون حاملا ولا ذات حيض، هذه تستبرأ بمضي شهر من ملكه لها. نعم، الشهر بالتحديد عليه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم، اختيار الشهر بالذات. ذكرنا الآية: ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجعل الأشهر بدل الحيض. نعم، في الشهر يقابل الحيضة الواحدة في ذات الحيض، وأوجبنا على الأمة شهر حيضة واحدة فيقابلها شهر واحد. نعم، ثابكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. نعم، الرضاع مص الثدي، الرضاع مص الثدي، مص اللبن من الثدي، هذا هو الرضاع. نعم. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا لفظ حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة. والرضاعة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لما ذكر المحرمات في النكاح ذكر منهن الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. نعم، أحسن الله إليكم. والمحرم خمس رضعات في الحولين. يشترط في الرضاع المحرم شرطان: الشرط الأول أن يكون خمس رضعات، يعني خمس مصات، بأن يمص الثدي، يمص اللبن من الثدي ثم يتركه لأي سبب من الأسباب ثم يعود إليه، فإذا عاد إليه ومصه مصة ثانية فرضعة ثانية، وهكذا إلى أن يكمل خمسة، سواء كانت هذه الرضعات في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فإذا تكاملت الخمس المصات، كل مصة يمص اللبن من الثدي، ف
فإنه قد تكامل النصاب، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ ذلك ب5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وفي الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فلا بد من الخمس بدليل هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها. هذا شرط. نعم. الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فقوله وكان قبل الفطام يدل على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، فلو رضع بعد الفطام أو رضع وهو كبير فإنه لا يحرم عند جماهير أهل العلم، لأنه اختل الشرط وهو أن يكون الرضاع في الحولين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم. شيئا فشيئا. والسعوط قلنا إن الرضاع هو مص اللبن من الثدي. نعم. مص اللبن من الثدي. ولا يتعين ذلك، بل إذا وصل اللبن إلى جوفه ولو كان عن غير طريق المص، بأن سقي اللبن، سقي الحليب من رضاعة مثلا أو من إناء ووصل إلى جوفه، فهذا يعتبر رضعة. وكذلك الصعوط، وهو ما يوضع في الأنف من الحليب، ما يوضع في الأنف من الحليب ثم يذهب إلى جوفه إلى حلقه، هذا الصعوط. وكانوا يعملونه مع الصغار للعلاج، فإذا فعلوه معه فهذه تعتبر رضعة، إذا تكرر صار 5 رضعات. وكذلك الوجور، وهو وضع الحليب في فم الطفل ليذهب إلى حلقه من غير اختيار الطفل، بل يوضع في فمه، إذا كان لا يميل إلى الرضاع فإنهم يضعون الوجور في حلقه لئلا يموت، من أجل أن يتعيش بالحليب، فيضعونه في حلقه ولو لم يرده، ولأجل أن يتغذى به، فيعتبر هذا مثل الرضاع. هذا معنى السعوط والوجور ولبن الميتة. ولبن المرأة الميتة، لو جاء إلى امرأة ميتة وفيها لبن ورضع من ثديها، فإن هذا الرضاع يكون محرما لأنه يتغذى به. نعم. والموطوءة بشبهة، وكذلك لبن الموطوءة بشبهة، إذا ثاب لها لبن بسبب الوط ورضع منه طفل، فإنه يعتبر محرما، يعتبر هذا محرما. نعم. محرما له يعني ما هو لازم أن يكون الوطء من زوج، فلو وطئت من غير الزوج بشبهة يعني بغلط، وثاب لها لبن من هذا الوطء الذي بشبهة ورضع منه رضيع، فإنه يحرم. نعم. ويكون محرما بالنسبة لهذه صاحبة اللبن ومن وطئها بشبهة. أي نعم، يكون ابنا لها ولمن وطئها، لأن اللبن منهما. نعم. أو بعقد فاسد أو باطل. أو بعقد فاسد، إذا العقد الفاسد هو ما اختل شرطه، كالعقد بلا ولي، عقد النكاح بلا ولي، أو عقد النكاح بلا شهود، فهذا يعتبر فاسدا ولا يعتبر باطلا، يعتبر فاسدا لأن العلماء مختلفون فيه، فمنهم من يصححه. نعم. فهذا يحرم، لو أنه عقد عليها عقدا فاسدا ووطئها وثاب منها لبن ورضع منه طفل، فإن هذا الرضاع يحرم.
يحرم هذا العقد الفاسد. نعم. أو باطل. أو العقد الباطل كأن يعقد عليها وهي في العدة من غيره، أو يعقد على امرأة خامسة، فإن هذا العقد يعتبر باطلا بالإجماع. فإذا ثاب لها لبن من هذا الوطء بالعقد الباطل ورضع منه طفل فإنه يكون ابنا لها لا ابنا للرجل الذي وطئها بعقد باطل. نعم. أو بزنا. أو بزنا، إذا ثاب لها حمل من وطء بزنا ورضع منه طفل فإنه يكون ابنا لها ولا يكون ابنا للزاني. نعم. قال محرم. نعم، كل في هذه الصور كلها الرضاع محرم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكرا لفضيلته ما تقدم به تكرم به من الشرح والبيان، وشكرا لكم لحسن استماعكم. هذه تحية من مهندس الصوت عبد الله عريف الحربي. حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.